فكرة ان يعني تفقد حب جمهورك ليك؟ طبعا طبعا كنت قلقان، بس هو الحمد لله احنا يعني الشعب المصري شعب ودود وطيب. وطيب، وبيقدر انه كمان يبقى قادر يبقى عامل تصور للراجل دوت. لو كل الكلام اصلا انا خدي بالك ان السوشيال ميديا، يعني احنا انا دي حاجه برضو من النقط اللي انا يعني احنا الجيل بتاعنا كانت الحقيقه واضحه فيه اكتر من دلوقتي بكتير. مش عايز اقول الجيل بتاعنا عشان اكبر نفسي، بس انا فكره ان انا مثلا كنت مثلا بعيش طفولتي وابتدائي واعدادي وكده، وانا ما كانش في حاجه اسمها موبايل ولا في الفيسبوك والحاجات ديت والاخبار دلوقتي اللي ممكن الخبر ما فيش في نفس والصور اللي اللحظة. ممكن فجاه تلاقيها. لو عايزين بقى نتكلم، انا اتكلمك عن التعذيب نفسي. النفسي اللي كان ممكن فجاه تلاقي خبر كده بيتقال وصوره كمان كذابه، يعني جايبين مثلا يلاقوا لي مثلا صوره من فيلم انا مشهد قاعد فيه، مثلا معين. صوره ليا قدام قاعد قدام وكيل النيابه في فيلم عزبه ادم، ويقول لك احمد ينهار امام النيابه، ولاقي الصور ديت نازله والاخبار دي نازله طول الوقت. ف زعلك ان السوشيال ميديا ظلمتك؟ ولا شايف يعني ان الهجوم الموضوع الهجوم الهجوم كان اوفر؟ كان كان حسيت اوفر، ان لانه القصه كلها ما يعني ما تتعداش حاجه ممكن تبقى. يعني انا راجل كنت بمر بفيلم اسمه وش سجون، ودي حقيقة، والفيلم بيتعرض على كل القنوات، في مشهد في الفيلم ويسأل عنه القائمين على الفيلم، أنا كنت بنط من الدور الثاني في الفيلم، قررت فجأة إن أنا أعمل فيه أحمد السقا يعني، وأقول لهم أنا اللي هنط، نطيت وقعت على كتفي اتخلع، قعدت فترة عندي حاجة اسمها خلع متكرر، ده بيحتاج كمية من المسكنات عشان أقدر أواصل شغلي، فكان معايا المسكن دوت في العربية، ما كانش معايا روشتة وأنا في شرم الشيخ، فاتعملت القضية واستمرت واتقال فيها بقى كل ما يقال في الخمر، انه في بنات وانه في زواج عرفي وانه في يعني اتقال حاجات كتير قوي، وانا مش هقعد ارد على كل واحد، يعني انا مش هقعد لكل واحد اقول له انت كنت صح في كذا وغلط في كذا. هي والغايب عن العين، لانه انت كنت في شرم، انا كنت في شرم الشيخ، ما فيش اي وسيله خدوا مني الموبايل، وكان واضح انها في حاجه مع في انا الراجل المحامي بتاعي قال لي في حاجه سياسيه، قال لي الموضوع شكله سياسي، لانه اي واحد متهم غيرك في الظروف ديت كان هيطلع بسبب كذا، يعني هيطلع بعد كذا او يتقالوا يتعملوا تحليل، يعني في حاجات كتير لو تطرقنا لها في ملابسات التفاصيل القضيه الموضوع تجنن. كان يعني في اضطهاد حسي واضح، انما انه فجاه السوشيال ميديا تطلع انه كان بيتعاطى مخدرات وكان بيتعاطى مش عارف ايه وكان بيتعاطى، يا جماعه يعني رحنا او جينا في كل الكتب السماويه والارضيه، هذا العقار اللي اسمه ترامادول ده عقار كان بيصرف في الصيدليات في مصر، ده صحيح، واللي كتبه لي اللي قال لي عليه دكتور، فيعني الحكايه بس مضر برضه يا ما هو احمد، يعني مضر بياخده ايوه مضر مشكله مضر عشان كده لحاجه بقى مضر بالروشته. مضر اذا لم يؤخذ بسبب. انا عندي روشته طب الروشته دي شهاده لما صحيه، قدمتها للنيابه مش ما كانت فيش كفيله؟ الروشته دي ما راحتش النيابه وما شفت النيابه، انا رحت النيابه انا اتخذت الساعه 12 بالليل، الساعه 7 الصبح كنت في النيابه، وكانت قال حاجات كتير قوي على السوشيال ميديا ومحدش عارف يتصل بحد ولا انا معايا تليفون بحد، فالقضيه كانت يعني لظروف ما، وزي ما بقول لك في شايف انك الاول وفي اتظلمت؟ الاخر طبعا الظلم، طبعا الظلم، يعني استغفر الله العظيم، يعني ما ده لو هم طيب لو كل بيذبحوا الكلام بحد اللي مش اتقال عارف عليك كده، كذب، ليه دينا يعني طليقتك طلبت الطلاق وانفصلت عنك في وقت ده المحنه قبل، دي؟ لا ده هل كان صدقت قبل، كلام الصحافه؟ ده من قبل القضيه، كان في انفصال، ما كانش لسه تمت اجراءات الطلاق كامله، لكن كان في انفصال، يعني احنا لكن متفقين هي على ما الانفصال حصلش من الانفصال فتره. بسبب القضيه. لا لا لا. لا 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 هو يمكن يعني اللي مصعب المساله انه الانفصال، ودي حاجه برضو خاصه بانه كل الكلام اللي اتقال كان كتير قوي يا ناديه، ده كان كتير صحيح، قوي، انت اتهاجمت يعني جامد اللي وكلام مكتوب، كتير اتقال يعني بقينا مش عارفين الحقيقه، بس انت حضرتك انا بشخصيتك دلوقتي كاحمد انا عزمي بكلمك انا عارف ان انت هتقولي نفس الرد اللي هو طبعا الترامادول غلط، ما هو الترامادول غلط، الترامادول غلط، انما انا عامل حادثه في فيلم ومعايا شهاده طبيه وعندي خلع ولسه لحد طب دلوقتي يعني عندي، هل انا ده جاي من مش المستشفى كفيل ان دلوقتي. هو يخرجك؟ ما هو لو فعلا في روشته وفي دكتور، يعني الدكتور حتى ما جاش ليه كشاهد؟ يعني ما الحاجات دي بقول كلها. لحضرتك انا انقطع عني الاتصال، حتى مدير اعمالي ما يعرفش انا فين. طب انت شايف ليه ده حصل؟ يعني ليه الاضطهاد ده؟ ليه هم يعني يعملوا معاك كده؟ عشان ايه؟ احيانا بيبقى لما بيبقى في صيد هم شايفين ان هو سمين او شايفين ان هو هيبقى هيدي انطباع عن انه
مفيش حد فوق القانون او كده، ممكن حد يبقى لازم يبقى. لا بس انت اتعامل معاك يعني من البدايه بتعسف باضطهاد لدرجه ان بقينا مش عارفين هو في ايه اللي بيحصل، يعني كلام كتير كتب جدا عنك لدرجه ان احنا قلنا. وده اللي بقول لك عليه، انه فجاه انه ان انت تطلعي تردي على كل السوشيال ميديا وكل واحد قال راي في حاجه ومطلع لك صوره من عمل فني، ده يعني ده كانوا مطلعيني مره صوره بقول لك غير بتاعت النيابه، مطلعين لي مره شفت صوره ليا انا وبنت ممثله وبيقولوا يعني بزوجه الفنان احمد عزمي. طب البنت ديت يعني او الفنانه ديت لما هي تبقى مرتبطه وزوج ليها زوج وبيت ويتقال يعني، فاحيانا بقى يعني مش احيانا بقى في كتير من المشاكل بتحصل بسبب السوشيال ميديا وبسبب كل الفرقعة اللي بتبقى يعني الناس عايزين يعملوا فرقعة وخلاص. طيب